يتهم فنان مغربي يدعى نبيل أشرف فنانين إسرائيليين بسرقة وإعادة إحدى أغانيه التي تعرف في المغرب باسم المويمة. الفنان المغربي كتب على صفحته في فيسبوك إن غناء أغنيته باللغة العبرية تم دون إذن منه أو ترخيص باعتباره كاتب وملحن هذه الأغنية وصاحب الملكية الفكرية وحقوق التأليف. قالوا المهمة ديالي بسلام راني غادي راكي ديما في بالي والله بك مالي صاخي قالوا المهمة ديالي